الجولة الحادية عشر من بطولة المحترف الأول ضيع فيها الوفاق فرصة الابتعاد والانفراد بعد استسلامه لتعادل أمام بلوزداد في الدقائق الأخيرة من المواجهة، تعادل لم يفقد الوفاق صدارته لعرش الترتيب. مواجهة شباب بلوزداد وفاق سطيف استثمر فيها أولمبي المدية وخطف الوصافة عن جدارة واستحقاق بعد الإطاحة بجمعية شلف. بالمقابل دخلت مولودية الجزائر في دوامة النتائج السلبية لتكتفي بنقطتين من أصل تسعة ممكنة في ثلاث جولات. نصر حسين داي لم يحترم أصول ولا واجب الضيافة وبعث بأهل البرج إلى ما لا يحمد عقباه، وأكد أنه تحت قيادة ابن الفريق سيسير في أفضل طريق. الجولة الحادية عشر لم يتمكن فيها اتحاد الجزائر من تحقيق فوزه السادس توالياً، واكتفى بنقطة واحدة أمام اتحاد العباس. بالمقابل كانت باقي النتائج منطقية، حافظت فيها مولودية وهران على مكانها في مقدمة الترتيب، وتنفس شباب قسنطينة أخيراً طعم الفوز.